ولمناقشة أضرار استمرار فتح الأسواق العراقية أمام المنتجات الإيرانية وإحكام طهران قبضتها على الاقتصاد العراقي، معنا من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. مرحبا بك معنا دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، كيف نفهم ما قامت به الحكومة في العراق من رفعها الحظر عن منتجات الدجاج وبيض المائدة والعديد من المنتجات الإيرانية؟ هل انخفضت أسعار المواد الغذائية في هذا القطاع بعد نحو 5 أشهر؟ العلاقات التجارية الاقتصادية مع كل من إيران وتركيا، خاصة إيران، حقيقة أولا جوهر أساسي هو غياب أي شكل من أشكال السيطرة النوعية على المواد الداخلة، وهذا يسبب بشكل أو بآخر دخول منتجات قد لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة في العراق، سواء كانت غذائية أو مواد أولية أو أجهزة أو معدات أو غير ذلك. لذلك نلاحظ أن سيطرة عناصر الفساد في بوابات الدخول التي تسهل عملية دخول البضائع دون أي شكل من أشكال عمليات التفتيش أو عمليات السيطرة النوعية أو غير ذلك أو عدم دفع الضرائب والجمارك، يسهل بشكل أو بآخر انتشار البضائع الرخيصة التي قد تضر بالمواطن خاصة الغذائية. ولذلك نلاحظ بين فترة وأخرى يتم الضغط من قبل السوق والمنتجات العراقية على الحكومات والمسؤولين التجاريين، نلاحظ يتم عملية إيقاف لأيام أو لأسابيع أو لشهر أو شهرين لتلك المواد، أن إيقاف دخولها إلى داخل العراق، ولكن بعد ذلك يتم عملية فتح الباب على مصراعيها كما هو حاصل بالنسبة لمشتقات ومنتجات الدواجن كالبيض والسلع الأخرى المرتبطة بعملية تربية الدواجن. نعم. هذا الجانب بصراحة أثر بشكل أو بآخر على المواد المنتجة في داخل العراق، بما أن الظروف البيئية والظروف المالية والاقتصادية وشعة المياه وعمليات التصحر وغير ذلك والمتغيرات البيئية، لاحظ أدت إلى غلق كثيرا من المراكز المنتجة للدواجن والبيض. نعم. ومشتقات. طيب، من ناحية أخرى دكتور، لماذا استثنيت أو استثنت السلطات المنتجات الإيرانية من الرسوم الجمركية؟ هذا القرار حقيقة مسيس، وكلنا ندرك أن هناك من يسيطر بنسبة كبيرة جدا تتراوح ممكن 80% من عملية الاستيراد للمواد الغذائية من إيران، لاحظ القرار بيدها، يعني كما قلنا أن جميع المنافذ الداخلة إلى العراق تسيطر عليها قوى وأحزاب لها ميول إيرانية واضحة، وهذا يدلل على أن الاقتصاد العراقي أو التجارة والميزان التجاري مرهون بيد هؤلاء. ولذلك نلاحظ في عام 2010 لا تتجاوز الميزان التجاري كان في وقته بين 5 إلى 6 مليار، أما اليوم قد يتراوح ما بين 15 إلى 16 إلى حتى 20، من المحتمل هذا العام أن يصل الميزان التجاري. ولذلك هناك سباق. نعم. بين كل من تركيا وإيران في عمليات التوريد لكل مستلزمات العراق، لأن كل الأماكن والمراكز الخاصة بعمليات الإنتاج الوطني الصناعي والزراعي والحيواني والثروات السمكية الأخرى، لاحظ توقفت أو تراجعت بنسبة كبيرة جدا، تراوحت الأكثر من 70 إلى 80%. طيب دكتور، عندما تقول لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني تؤكد بأن هناك اتفاق عراقي إيراني على بناء مصافي وتشغيلها ضمن مساعي تحييد العقوبات الأمريكية على طهران، ما الأضرار المتوقعة على العراق من ذلك؟
هذا الجانب حقيقة في اعتقادي هو عملية تمويهية من أجل الهروب من العقوبات المفروضة خاصة على النفط الإيراني. يعني هذا هو البيت القصيد الأساسي التي قد يتم من خلال العراق عملية تسويق المشتقات النفطية الإيرانية ليس إلى العراق وإنما إلى خارجه، لكن باسم العراق. يعني حتى المصافي اللي ممكن أن تنشأ بالعراق قد تكون عملية استثمارية في الظاهر لصالح العراق وتوفير المشتقات المختلفة من خلال المصافي التي تريد إيران إنشائها، ولكن في اعتقادي إيراداتها ستصب في صالح إيران، وبذلك العراق اللاحق وخاصة وزارة النفط مسؤوليتها كبيرة جدا في عدم تطوير المصافي التي توقفت منذ 2003 ولغاية الآن، مثل مصفات بيجي التي تعمل بحدود حوالي 250 ألف برميل كانت يوميا قبل 2003، أما الآن فتم تفكيكها وتوقفت، وكذلك أيضا في مصفات في الموصل، مصافي كثيرة لاحظ توقفت رغم صغرها أو كبرها لاحظ، إلا أنها ساعدت بشكل أو بآخر توقفها إلى استيراد المشتقات النفطية من إيران ومن غيرها بنسبة كبيرة جدا لوزارة النفط بحدود حوالي 3.5 مليار بالسنة. نعم، الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو من عمان، شكرا لك.